سيدات السادة الوزراء، السادة رؤساء المجالس الدستورية، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات سيدات السادة، في البداية يسعدني أن أرحب بكم جميعا وأعرب لكم عن سعادتنا باستضافة الدورة الثانية لمعرض جيتكس أفريقيا الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر المشاركين الوطنيين والدوليين القادمين من مختلف الدول الصديقة والشقيقة على حضورهم بيننا في هذا المعرض الإفريقي الهام الذي يحمل دلالات عديدة بالنسبة لقارتنا، وهو ما يتماشى مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لتقوية روابط الأخوة والصداقة وتعزيز المبادلات التجارية بين دول القارة، وذلك لتحقيق النجاح المشترك في استثمار الإمكانيات الواعدة لقارتنا الإفريقية. وهنا لابد أن أستحضر الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك نصره الله إلى المشاركين في أشغال اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الإفريقية التي انعقدت هنا أشغالها بمراكش في يوليو 2022، عندما أكد جلالته أن التكنولوجيا الرقمية تشكل بالفعل تحولا بنيويا في مقاربتنا للعالم الذي يحيط بنا، إذ تسمح بتطوير أنماط إنتاجية واستهلاكية جديدة من شأنها أن تخلق المزيد من مناصب الشغل وأن تشكل مصدرا للرفع من فرص الاستثمار. انتهى منطوق رسالة صاحب الجلالة. أيها الحضور، في ظل اضطرابات الظرفية والتحولات العميقة التي يعيشها العالم في الآونة الأخيرة، لا سيما الرقمنة المتصاعدة والتي باتت حاضرة بقوة في مختلف مناحي الحياة، أظهرت التكنولوجيا الرقمية أنها تشكل بالفعل رافعة أساسية وغير مسبوقة للاقتصاد الدولي، وخاصة بالنسبة للقارة الإفريقية. فتبعا لتقرير أصدره البنك الدولي بإمكان التحول الرقمي أن يضيف 712 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا بحلول سنة 2050، مما يؤكد الإمكانات الهائلة التي يتيحها لتحفيز النمو الاقتصادي وإحداث تحول في القارة. فقد أصبح التحول الرقمي عنصرا لا محيد عنه على مستوى التعاون بين البلدان الإفريقية لعدة أسباب رئيسية تتجاوز التقدم التكنولوجي البسيط، وذلك عبر تسهيل التنمية الاقتصادية الاجتماعية والسياسية للقارة الإفريقية. ولذلك فإن التجارة بين دول إفريقيا والتي تعرقلها في بعض الأحيان البنيات التحتية المحدودة والمساطر الإدارية المعقدة ستستفيد بشكل كبير من الرقمنة، حيث ستساهم منصات التجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع عبر الإنترنت والحلول اللوجستيكية الذكية في تبسيط المعاملات التجارية وتقليل التكاليف وتعزيز النجاح، خاصة وأن الرقمنة كتعمل أيضا على تحفيز الابتكار من خلال توفير منصة لتطوير أفكار وحلول جديدة، ذلك عبر مضاعفة أعداد حاضنات التكنولوجيا والهاكاتونات والمقاولة الرقمية الصاعدة لستارت اب نيميريك، مما يشجع ريادة الأعمال وخلق فرص الشغل. وعلى ضوء ذلك ستكون بإمكان رواد الأعمال الأفارقة
أن يتعاونوا بسهولة أكبر مع نظرائهم من مختلف البلدان والقارات، وأن يتقاسموا الموارد والخبرات لإيجاد حلول مصممة خصيصا لرفع التحديات المحددة التي تواجهها القارة. وفي ظل هذه التحولات يمكن التأكيد على أن التكنولوجيا المالية فينتك تلعب دورا حاسما في تعامل الأسواق المالية الإفريقية، حيث تعمل خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول ومنصات التمويل الجماعي والخدمات البنكية عبر الانترنت على تحقيق الإدماج المالي بشكل متزايد حتى في المناطق القروية. كما يؤدي هذا التحول إلى تقليل الحواجز أمام دخول الشركات والمستهلكين، وبالتالي تعزيز المزيد من التكامل الاقتصادي في جميع أنحاء القارة. لذلك فمن خلال التكنولوجيات الرقمية يمكن للبلدان الإفريقية أن تدبر بشكل أفضل الخدمات العمومية لتعزيز شفافية الحكومة، ما سيمكن المنصات الإلكترونية الحكومية من العمل على تحسين النجاعة الإدارية والحد من الفساد، ذلك أن تسهيل الولوج إلى المعلومة من شأنه أن يشجع على المزيد من الحكامة المندمجة والتشاركية. حضرات السيدات والسادة، إن الحكومة المغربية تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها، وفي هذا الإطار ستخرج إلى حيز الوجود في غضون الأسابيع القليلة المقبلة استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي عدتها الحكومة، وتعتبر هذه الاستراتيجية التي تم إعدادها في إطار اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية ثمرة عمل مشترك ومكتف بين مختلف الفاعلين في القطاع العمومي والقطاع الخاص. وكتتركز الاستراتيجية ديال المغرب الرقمي 2030 على جوج ديال المحاور. أول كيتعلق برقمنة الخدمات العمومية، فيما يقوم المحور الثاني ببت دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية، وكذا خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل. ولا شك أن التحدي الأساسي الذي سيطرح أمامنا لمواكبة إنجاح هذه الاستراتيجية يظل هو تكوين المواهب والكفاءات الشابة بالقدر الكافي من الجودة والعدد. وتحقيقا لهذه الغاية وقعت المملكة المغربية اتفاقا في عام 2023 تسمح لنا بمضاعفة عدد الخريجين في المجال الرقمي 3 مرات قريبا بحلول العام سنة 2027. وفي إطار هذا التوجه وقعت بلادنا مجموعة من الاتفاقات مع عدد من الشركاء العالمية، الشركات العالمية الرائدة المتخصصة في التكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير، ما من شأنه أن يسرع التحول الرقمي ويضاعف الإمكانيات البشرية المحلية المتخصصة. حضرات السيدات والسادة، إن التحول الرقمي ليس مجرد ترف تكنولوجي، بل هو محفز أساسي لتعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية، فهو يقدم حلول ملموسة للتحديات التي تواجهها القارة، ويحفز التنمية المستدامة، ويوفر بيئة مواتية لتعميق التكامل بين البلدان الإفريقية. ولذلك فإن تبني هذا التحول وتعزيزه يشكل أهمية بالغة لتحقيق إمكانات إفريقيا الكاملة في القرن 21. ومن هذا المنطلق يشكل معرض جيتكس أفريقيا منصة متميزة لمناقشة المحفزات الرئيسية التي ستمكن القارة الإفريقية من وضع نفسها كمستهلك ومنتج للتكنولوجيا الرقمية. فدعونا نواكب معا هذا العصر الرقمي
بكل جرأة وعزيمة، فقد حان الوقت لكي تكتب إفريقيا فصلا جديدا من تاريخها يكون فيه الابتكار الرقمي المحرك الأساسي لتقدمنا الجماعي، فمن خلال توحيد الجهود يمكننا تحويل هذه الرؤية إلى واقع مزدهر وملهم للأجيال المقبلة. ختام الكلمة، أتمنى لضيوفنا الكرام مقاما سعيدا في بلدهم الثاني المغرب، كما أتمنى التوفيق لأشغال الدورة الثانية للمعرض جيتيكس أفريكا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.